الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نسبة لضيق الزمن نعلق تعليق سريع على خبر أوردته هذه صحيفة المهجر، بتقول الفاتح البرعي وقيادات من الطرق الصوفية يتوجهون إلى واشنطن. طيب، بدأت مجموعة تتكون من 12 شيخا من قادة الطرق الصوفية يمثلون السودان زيارة للولايات المتحدة تستمر 12 يوما في إطار برنامج التبادل الثقافي، إلى أن قال ويتواصل وفد الطرق الصوفية مع العديد من الزعماء المسلمين الأمريكان لدراسة دور الإسلام والتنوع في الولايات المتحدة، إلى آخر الكلام. أول حاجة، كون الكفرة في الولايات المتحدة يسمحوا للصوفية بزيارة زي دي وبترحاب زي ده للتصوف، ده ما يدل على التوافق بين دين الصوفية ودين الأمريكان، لأنه أصل الأمريكان نصارى، والنصارى ديل عقيدتهم معروفة، عندهم عقائد أشبه بعقائد الصوفية، لأنه عندهم عقيدة، ديل النصارى عندهم عقيدة إنه اللاهوت حل في الناسوت، يعني المولى عز وجل حل في البشر، فيعتقدوا في عيسى عليه السلام إنه عنده صفات الإله، إنه ينفع ويضر ويغفر الذنوب، وكذلك بيعتقدوها في البابا بتاعهم، يعني هسه النصراني لما نعمل له حاجة غلط عندهم في دينهم، لما نعمل له حاجة غلط بيمشي للكنيسة للبابا بيقول له تغفر لي، بيقوم داك ما رباطي زي الشغلة بتاعت نسبوك الشيخ، بيقول له تدفع قروش، حاجة بسموها صكوك الغفران، تدفع بيغفروا لك ذنوبك، تأكل البابا هناك قاعد في الكنيسة، أكلته خلاص بيقول لك ما عندك حاجة. نفس النظام ده موجود عند الصوفية ولا ما في نفس الشغلة دي عند الصوفية، انت تتقرب للشيخ بتاع الصوفية بيقول لك انا يوم القيامة طبعا قاعد جنب الميزان يوم القيامة، وعندك اي مشكلة انا بخارجك، لما تراجع كتاب انت ما بتعفتها، انت ما عارف الحاصل، لما تراجع كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، في الورد بتاع القادرية ده بكلمك شيخ القادرية، ده شيخ القادرية ده بتاع فتة سائل برا دهني، أنا بتكلم عن شيخ القادرية، شيخ الطريقة القادرية قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي، قال لا مريدي ما تخف عندك هم أنا قاعد، إذا كنت في هم أغذك بهمتي، مريدي كن حافظا للعهد الذي بيننا، ما بيناتهم العهد بتاع الطريقة، إنك أنت تسمع وتطيع للشيخ وما تعترض على شيخ الطريقة وتعمل الورد وتدفع البياض، دي ما مقومات الطريقة ولا مقومات حاجة تانية، دي مش مقومات الطريقة. قال له مريدي كن حافظا للعهد الذي بيننا، أكن ده الشيخ يعني، أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة، أنا قال لي يوم القيامة يوم زي ما ربنا قال ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، أول ما تضع الموازين الشيخ قال لك بكون قاعد في الحتة دي، حصلتك أي مشكلة في حسنات نقصت أبوك الشيخ قاعد بتمه، في سيئات زايدة أيوة قص عليك، فهمت كلامي؟ ده العقيدة بتاعت القادرية، انت ما عارف حاجة، البكورك ده شوف الزول البكورك جاهل ما عارف الحقيقة، انا بحكي لك في كلام شيخك بتاع القادرية عشان تعرف انه من التوافق في العقائد بين النصارى وبين الصوفية عندهم انه الشيخ بيحمل عنك، يعني لو عندك انت ذنب الشيخ بيحمل عنك يوم القيامة، زي ما قال أبو قرون قال يوم الحلوق الكظم، الحلق كاظم يعني شنو،
الناس من شدة دقات القلب من الخوف تبلغ القلوب الحناجر، يعني قلبه بدق لحد ما يبقى في حلقه هنا. شوف فهمتني؟ عشان كده ربنا قال كاظمين. كاظمين يعني شنو؟ يعني قلبه يرتفع لحد ما خنقه في حلقه فوق. في اليوم ده مش انت ما بينفعك الا الله؟ في اليوم ده، ده قال يوم الحلوق الكظم ابو قرون بجيش، ده يعمل لجيش كمان، ده ده يعمل جيش يوم القيامة. والمولى بكلمنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول وخشعت الأصوات، ده يوم القيامة للرحمن، فلا تسمعوا إلا همسة. ربنا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. باقي لك، هل ربنا بيرضى عن ذو المشرك؟ ذو المشرك ربنا بيرضى عنه؟ ربنا بيأذن بالشفاعة لمشرك؟ ربنا قال في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. زول الله ما راضيان عنه ما بيشفعوا له، لكن الصوفية يقول لك طبعا احنا قاعدين، بس عندك اي مشكلة بس كون معانا في الدنيا دي كويس، ما تباري الوهابية، ما تسمع لهم، القرآن ده ما تفسره، ده ما يجوا شغل الصوفية. أسمنوا مننا اللي ما سمع هذه الأشياء منذ الصغر، من صغير بربوك الصوفية يقول لك ما تفسر القرآن، يقول لك شايف فلان المجنون ذاك اللي بلقط في الأكياس، أنت يقول لك تقالوا جنة ليه؟ ده فسر له آية بس. أنت عارف بنشوق على أنك أنت القرآن ده، القرآن عبارة عن كتاب لا يستفاد منه، كتاب بس بيقروه بيحفظوه في الجامع بيصلوا به، لكن ما بيستفاد عنه من حيث الأحكام. يعني القرآن ده ما فيه حلال وفيه حرام، فيه شرك، ده بقول لك ده شرك في القرآن، وده بدعة وده كذا، مش في القرآن فيها ده كله. قرآن كتاب أحكام وكتاب حلال وحرام. الصوفية بقول لك القرآن ده ما تفسره، عشان انت لما تيجي تمر في الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية دي تتي مر فيها ساي، يقرأ لك في الجامعة الإمام صوفي تلقى يقرأ لك، يقرأ لك في الآية، فهمت كلامي؟ وانت بتفوت ساي ما بيشتغل بها. اقرا في الصلاة ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح. شنو الكافرون؟ مش الآية واضحة؟ اول ما يقوم دايما من جامع ذاته، اول ما يقوم على حيله كب يا الكباشي. وطيب الآية القريتها دي شنو؟ الآية القريتها قبل شوية دي، ما الآية دي فيها حكم إنه البدع غير الله؟ ده ما عنده برهان، وزيد على ذلك ده كافر، كافر مرق من الدين كله. لكن فهمت كلامي؟ الصوفية بربوك على عقائد إنه الشيخ ده الكل في الكل، عندك أي مشكلة الشيخ، المرأة ما ولدت الشيخ، دائرة الجنة برضو الشيخ، الأولاد ممتحنين الشيخ برضو، الرزق تعبان الشيخ، العربية اتكسرت الشيء أي شيء. فهمت كلامي ده؟ يا أخي في واحدين، الواحد بيتزوج أول ما يتزوج بدل يمشي على مرته يقول لك لابد أوديها للشيخ يبركها. أها، دي كمان شرك وخيابة، ده شرك ومعه خيابة كمان. فهمت كلامي؟ ده كله من العقائد المنحرفة. عشان كده أنت لو دار تفهم لماذا ترحب الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالتصوف، ترحب لاتفاق العقيدة. ما تقول لي هم لا يعتبروا أن التصوف من التسامح الديني، وين التسامح الديني؟ فهمت؟ ليه اعتبرت من التسامح؟ لأن التصوف ما بيمثل خطر على عقيدة الولايات المتحدة، على عقيدتهم ما بيمثل خطر عليهم، لأنه الآن الصوفي لما يكون بيعتقد انه الشيخ البرعي بينفع ويضر ويحيي الموتى كده، طيب هل زي ده ممكن يلاقي بطرس يناقشه يقول له يا بطرس انت ما تدعو عيسى ابن مريم، ما تقول يا عيسى تنفعنا، وما تعتقد انه عيسى بينفع وبضر. بطرس ما بقول له انت ذاتك ما تعتقد انه البرعي بينفع وبضر، مش بدرينا معه كده؟ مش درينا معه؟ عشان كده التصوف ما بيمثل خطر على عقيدة النصارى، ما مثل خطر عليهم، لأنه الصوفي يناقش داخل يقول له شنو يعني؟ يقول له شنو يعني؟ يقول له ما تعتقد في عيسى؟ طيب أنت ما تعتقد في الكباشي؟
نفس النظام ده. عشان كده الولايات المتحدة الأمريكية تفتح الباب للتصوف، لأنه عقيدة الصوفية تتماشى مع عقيدة النصارى. الحولية دي انت قايلها شنو؟ حولية بتاعت ابوك الشيخ. مش يقول لك 40 الشيخ؟ 40 ولا 30؟ 40 جابها من وين دي؟ الحولية من عقيدة النصارى. النوبات، النوبات دي وين؟ امشي خش الكنيسة، هذه بقى الكنيسة. امشي خش شوف النوبة بتاعتهم كيف. بس انت عارف حق ابوك الشيخ خضرة، ودي جابها لك ملونة كده. نفس الشيء، نوبة هناك فيه. حجبات، الحجبات دي تقال النصارى ما عندهم؟ أم شوفهم لابسين حجبات. بطرس عنده حجاب بيجي للتيس، وأبوك الشيخ بيجي للغنماية، كل واحد في النهاية. فهمت الكلام ده؟ ولذلك أنا لا أستغرب من ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بالتصوف. ما كله شبهينا وتلاقينا. التعيس وخيب الرجا بيرحبوا بهم طوالي. لكن أنا بسألك سؤال، هل الآن ممكن إحنا بشغلنا الشايف والتدك ترحب بين الولايات المتحدة؟ بترحب بينا احنا؟ بتفتح لنا مجال هناك نخش البيت الابيض؟ لا بيت ابيض ولا بنفسجي، نحن ما بننفع معاه، لانه نحن في النهايه دارين الناس يعبدوا الله، والصوفيه ده ما عندهم. العقيده بتاعتنا دي مش ناس امريكا براهم، امريكا ولا الشيوعيين بتاعين روسيا ولا الشيوعيين بتاعين الصين ولا جماعتك القاعدين هنا، كلهم دي ما بتنفع معهم. كونه يعبد الله براهم دي ما بتنفع مع الجماعة دل كلهم. لكن في النهاية نحن ربنا قال لنا كده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دي العقيدة اللي احنا بنعتقدها. شان كده دالك خليهم يمشوا أمريكا، يمشوا أي محل تاني، احنا بنعتز بأشياء زي دي ولا بأمريكا. نحن لو ربنا وفقنا مرقنا من البلد دي بنعتز بالبلد الحرام، نمشي السعودية. تمشي حاجا او معتمرا الى البيت الحرام، تمشي تتعبد هناك، ده الشيء احنا بنعرفه وانا بنعتز به جدا وبنفتخر به. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم، افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. نلتقي ان شاء الله حلقة غادمه.